وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره. صادقة. صادقة. نعم، يقول ابن مسعود رحمه الله الصحابي الجليل العالم بمعاني القرآن ونزوله ومعانيه رضي الله عنه، يقول: نعم، نعم، لأن أحلف بالله، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. صادقا، نعم. ما في شك أن الحلف بالله كاذبا أنه جريمة عظيمة ومنكر، لأن الحلف بالله يجب أن يكون صادقا، نعم، ولا يكون ولا يحلف بالله كاذبا، لأن هذا فيه استهانة باسم الله، استهانة باسم الله وتعظيمه. فلكن سيئة، يقولون سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب. الكذب محرم والشرك محرم، ولكن الشرك هو أعظم المحرمات، فالشرك أعظم من الكذب. فابن مسعود رضي الله عنه لفقهه وفهمه يقول: لأن أحلف بالله كاذبا، مع أن الكذب حرام، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادق صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بغيره ولأن الحلف بغير الله شرك، والكذب أيضا محرم، لكن الكذب ذنب من الذنوب وهو دون الشرك. فلذلك يقول: لو ارتكبت الكذب أهو أحب إلي من أن أرتكب الشرك، وإن كان الشرك شركا أصغر فهو أعظم من الكذب. فعلى المسلم أن يتجنب الكذب ولا يقول إلا صدقا، ولا يحلف بالله إلا وهو صادق، ولا يحلف به كاذبا، فإن هذا من الاستهانة بعظمة الله سبحانه وتعالى. نعم.